انطلق شوطنا الحادي عشر، نتابع وإياكم هذه هي الانطلاقة واندفاعات هذا الشوط. شوطنا الحادي عشر مخصص للبكار، الجذاع والمسافة هي 4 كيلومترات. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع لهذا الشوط، نتابع هذه الأسماء المشاركة، نتابع المراكز الأولى المتقدمة العنود لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي هناك مع المركز الأول. في هذه اللحظات نتابع هذا الانطلاق، بينما أرى من الجانب الأيمن في هذه اللحظات القدوم من اللي على المركز الثاني. نتابع هنا في هذه اللحظات الحذرة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث تصلنا سحابة لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني وبقيادة جابر بن علي بن جرحب المري مع المركز الثالث. في هذه اللحظات نتابع المركز الرابع، المركز الرابع ومن تصلنا هناك مودة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وبقيادة محمد بن برقان بن مقارح المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات، المركز الخامس فرض لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى التغيير اللي جرى وطرى على مقدمة الشوط. نتابع هناك سحابة من بدأت تنطلق في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني ويضمرها جابر بن علي بن جرحب المري. هنا نتابع في هذه اللحظات سحابة من تنطلق بدورها على المركز الأول هنا في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق الجميل، نتابعها في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هناك الحذرة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية على المركز الثاني. المركز الثالث ومن تصلنا هنا العنود الهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي على المركز الثالث الآن، بينما أرى الدخول في هذه اللحظات من اللي تسللت مودة لهجن أيضا أو لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني ومضمرها محمد بن برقان بن مقارح، بينما أرى هنا اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات وتنطلق هنا قدوم من الطيارة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى سحابة اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، نتابع المركز الأول والصدارة مع مقدمة هذا الشوط. سحابة لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني وبقيادة جابر بن علي بن جرحب المري مع المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط. نتابع سحابة المنطلقة بشعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود الله على هذا الأداء الجميل وبقيادة جابر بن علي بن جرحب المري، بينما المركز الثاني العنود على المركز الثاني لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي المركز الثالث. نتابع المركز الثالث في هذه اللحظات الكايدة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع نتابع هناك الطيارة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن أرى مودة تعود مرة أخرى نتابعها لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني ويضمرها محمد بن برقان بن مقارح. رأس من قادم جديد في هذه اللحظات من خيرة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام على هذا الشوط، ولكن نعود إلى سحابة مع 800 متر الأخيرة. سحابة يا سلام يا سحابة يا سلام يا سحابة بهذا الانطلاق الجميل، نتابعها ونبي نرسل السلامات لأهل الخيسة على هذا الأداء الجميل في مقدمة الشوط. سحابة وعصاها في بطانها أداها جميل مع 600 متر الأخيرة، نتابعها بهذا الانطلاق بقيادة بن جرحب بقيادة جابر بن علي بن جرحب المري، بينما العنود على المركز الثاني العنود الهجن الغرافة ويضمرها سالم بن عامر المدهوش على المركز الثاني.
المركز الثالث موده لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، ويضمرها محمد بن برقان بن مقارح. ولكن نعود لسحابه، يا سلام يا سحابه على هذا الاداء الجميل بدون اي تعليمات تذكر عليها مع ال 200 متر الاخيره، وها هي تشاهدون انطلاقتها الى خط النهايه معلنه الفوز والناموس. تهانينا والسلامات لاهل الخيسه على هذا الفوز، فوز سحابه في هذا الشوط. تهانينا لسعاده الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني، والتهنئه موصوله لجابر بن علي بن جرحب المري، بينما وصلت على المركز الثاني العنود لهجن الغرافه وبقياده سالم بن عامر المدوجي. المركز الثالث موده لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وبقياده الصارم محمد بن برقان بن مقارح. المركز الرابع نتابع خيره الهجن الشحانيه وبقياده بن فاران. المركز الخامس وصلت بلشه لهجن الشقب وبقياده سالم بن جابر بن جبران المري. شاهدتم معنا هذا الشوط وهذا الانطلاق، وشاهدتم معنا اندفاع سحابه اللي انتزعت ناموس هذا الشوط بكل قوه واستحقاق. نتابعها وساعه وصولها الى خط النهايه، توقيتها الزمني نتابعها هنا 6:12 و46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني، والتهنئة موصولة لجابر بن علي بن جرحب المري. المركز الثاني وصلت العنود، توقيتها الزمني 6:13 و14 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الغرافة، والتهنئة موصولة لسالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز. بينما المركز الثالث وصلت هنا مودة، توقيتها الزمني 6:13 و64 جزء من الثانية. التهنئة موصولة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، والتهنئة موصولة أيضا لمضمرها محمد بن برقان بن مقارح.